خلينا نروح لنجم الجيل تامر حسني. اوكي تامر، توقعاتك ايه ليه في 2023؟ طيب تامر المفروض ان هو 16، يعني هو مولود يوم 16/8، هو اوكي برج الاسد. برج الاسد. ونصيحتي ليه انه ما يغامرش، هو يمكن يكون عنده شوية احباط خلال السنة دي والله اعلم، بس فهي السنة دي بس مش مناسبة ان هو يغامر. يغامر من ناحية ايه؟ ما يغامر يغامرش فنيا في ولا الفلوس، يغامر في حياته الزوجية؟ في الاثنين، في الحياة العاطفية ما يدخلش في مغامرات، وفي الحياة المالية عايزة اقف عند النقطة دي، يعني ايه ما يخشش في، يعني ما يدخلش في اي مغامرات هو عاطفية. متجوز على انا فكرة عارفة انه وبيحب متجوز، مراته. عارف. يعني هو عنده حالة تشتت عاطفي من اول 23 يوليو، من اول 23 يوليو لغاية 4 سبتمبر. ففي الفترة دي حالة التشوش بقول له يصبر شوية، ما يسيبش نفسه للتشوش العاطفي ما ده. يسيبش نفسه للمعجبات مثلا. يعني انت قصدك على المعجبات اللي ممكن بيطاردوه. اوكي. اوكي. وفي الفلوس ما يدخلش في مغامرات مالية ابدا ابدا، اوكي. ده وقت طول السنة مش مناسب لمغامرات مالية الا لو هو المتحكم او الكنترولر في الفلوس. لكن لو انه يدي الفلوس لحد يعمل يشغلها له، ممكن يبقى معرض لنصب او على مستوى التمثيل والغنى، يعني كممثل وكمطرب. ما يدخلش في مغامرات، يعني بالذات هو بيحب ينتج على ما اظن، بالظبط. عشان اشوف انها سنه مش مناسبه للانتاج. يا تامر، عبير فؤاد بتقولك بلاش تنتج السنة دي، بس خلينا نقول برضو يعني حاجة، انه تامر بينتج وبيخرج وبيلحن وبيألف وبيغني وبيمثل، وما شاء الله هو ناجح في كل الحاجات اللي عملها. يعني هو بيحقق نجاح في اي حاجه بيقوم بيها، بيعملها على اكمل وجه وبالفعل ده بينجح فيها. حقيقي. ما هو اسد، الاسد دايما ما بيعجبوش شغل حد، يعني هو دايما هو الاسد، بيثق هو في ذاته الملك. اكتر من اي حد. فما بيعرفش يدي ثقه لحد. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. ألفا، قنوات الأسرة العربية.